السلام عليكم يا أصدقاء، تبقى بضع دقائق قبل آذان المغرب وسنغتنم هذه الفرصة بإذن الله لنتعلم معا كيفية صلاة المغرب. كيفية صلاة المغرب: لأداء الصلاة سنحتاج إلى سجادة ومعرفة اتجاه القبلة. إنه آذان المغرب، هيا نجهز أنفسنا لنتعلم كيفية الصلاة. بعد الوضوء نستقبل القبلة ونقيم الصلاة كالآتي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ننوي الصلاة ثم نكبر تكبيرة الإحرام: الله أكبر. نضع اليد اليمنى فوق اليسرى ونقرأ دعاء الاستفتاح سراً: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ونقرأ سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بعدها نكبر ونركع كالآتي: الله أكبر. نقول أثناء الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نرفع من الركوع ونقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نكبر ونسجد: الله أكبر. ونقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نرفع من السجود ونقول: ربي اغفر لي 3 مرات، الله أكبر. نسجد مرة ثانية: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. لقد أنهينا الركعة الأولى، هيا نكرر نفس الخطوات في الركعة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بعدها نكبر ونركع كالآتي: الله أكبر. نقول أثناء الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نرفع من الركوع ونقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نكبر ونسجد:
الله أكبر، ونقول سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، الله أكبر. نرفع من السجود ونقول ربي اغفر لي 3 مرات، الله أكبر. نسجد مرة ثانية، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، الله أكبر. ثم نقرأ التشهد الأول، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله أكبر. لقد أنهينا الركعة الثانية، فالركعة الثالثة والأخيرة نقرأ سورة الفاتحة سرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بعدها نكبر ونركع كالآتي، الله أكبر. نقول أثناء الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نكبر ونسجد، الله أكبر، ونقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نرفع من السجود ونقول ربي اغفر لي 3 مرات، الله أكبر. نسجد مرة ثانية، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نقرأ التشهد الأول والأخير، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم نسلم، السلام عليكم ورحمة الله، على اليمين أولا، السلام عليكم ورحمة الله، ثم على اليسار. لقد تعلمنا معا كيفية الصلاة، لا تنسوا نشر المقطع لتعم الفائدة، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله.